معكم دكتور احمد فتوح من شركه فور جيناتكس، والنهارده هنتكلم عن الفيرتيليتي بروبلمز. بندخل على راس البقره، بعد كده بندخل على مديول الفيرتيليتي، وبعد كده الفيرتيليتي بروبلمز. وده تقرير بسيط بيديني اغلب المشاكل اللي موجوده عندي في الفيرتيليتي. فمثلا عند التقرير ده بيقول لي توب 5 هايست اكسبكتد كوفينج انترفال، بيجيب لي اكتر 5 بقرات الكوفينج انترفال بتاعتهم كبيره قوي. هنا زي ما احنا شايفين كوفينج انترفال 899 700 وهكذا. وبعد كده بيجيب لي اكتر 5 حيوانات بانسيميشن نمبر اتلقاهم اكتر من مره، زي ما احنا شايفين 13 12. بعد كده بيجيب لي اكتر 5 حيوانات الديز اوبن بتاعتهم عاليه، نفس الكلام زي ما احنا شايفين. وبعد كده بيجيب لي اكتر 5 حيوانات highest number of days barren، بقى لهم فتره كبيره واخدين ان هم استبعاد، وفي نفس الوقت لسه ما خرجوش بره القطيع بتاعي، فليه انا مخليهم في القطيع عندي. في صفحه تانية بضغط على next ويبدا يجيب لي اللي هو لونج ستوك اللي لسه ما تلقحش لحد دلوقتي، زي ما احنا شايفين وصل ل24 شهر ونص ولسه ما تلقحوش. 5 oldest calving young stock ودولت لسه ما ولدوش، واخده 33 و9 شهور ولسه ما ولدتش في اليونج ستوك. اقدر ان انا ازوم من زوم ان او زوم اوت، اكبر التقرير بتاعي او اعمله كده. واقدر من البروفيرتس ان انا اعدل في شويه حاجات، ان انا ممكن اعمل انكلود للبيف، وممكن ازود بدل ما بيظهر لي 5 حيوانات بس اخليه يقول لي التوب مثلا 10 عندي هنا، واقدر ان انا اضيف اكتر من حاجه. فمثلا هقول له انا عايز اكتر 10 حيوانات مش اكتر 5 بس، زي ما احنا شايفين التقرير اتعدل ونضاف فيه بقيه الحيوانات. التقرير ده